وإلى فقرتنا التالية، شو في جديد؟ مثل العادة بنروح بهذه الفقرة إلى بيت الزراعة والمهندس الزراعي مروان حيدر. صباح الخير. العوافي مروان، يعطيك العافية. حزار مين معك؟ إيه حزار مين معك؟ مين معك؟ نتالي. لا كنت مفكرتك لازم تكون اسرع من هيك. هذا مرض بيعدي. لا بس هيدا عم بيشتغل برا، ما فت لجوا. ايه يعطيك العافيه مروان. يعطيك العافيه. الله يعافيكم، ما توزيني. اوه في صابون اليوم، في عسل. هيدا صابون بلدي. نعم. قد ايه الكيلو؟ بالحبه. بالحبه. قد ايه الحبه؟ قد ايه الحبه؟ عم بيفكروا جبنه بلديه، ما بعرف ايه. أنا بعيد. وهيدا صابون بلدي عادي بالغار، وهيدا صابون بلدي باللافون. كثير عم بيكون مطلوب وحبته كبيرة يعني، وبتوزن. هيدا من ناحية الصابون. وعنا عنا ورق العنب، وعنا صوص البيتزا. صار شيء جديد، بدها مدام بدها تعمل بيتزا فيها تحط صوص بيتزا من عنا دغري. نعم. في زيتون مطحون. نعم. في ناس بيحبوه هيك عشيه مع الخبز مع الزيت. وعندنا مربى الجوز اللي هو كثير قليل الناس بتعمله، مربى الجوز الاخضر يعني. واكيد مربى التفاح. صار في عندنا الكشك، كان يعني كثير عم ينطلب تحضينه بمصدر كثير مرتب. هيدا كشك وسمه وزعتر. نعم. هلا الحلو اللي كان كثير عم يطلبوه، وبعد ما عملنا الديل معه للاستاذ طلعنا اشتغلنا معه وقطفنا العسل، صار عنا عسل شوكي وعسل سنديين وعسل حمضيات. هاو شايفينهم قدامنا. امبارح نزلنا كمية، مع انه ما كنا حكينا عنه على التيفي يعني، انه بلشنا اليوم بدنا نبلش، بس ثلاث ارباعهم راحوا بسم الله. وبيرجع عنا عصير الحصروم، بيرجع صار فيه لانه كنا نقطعنا من عصير الحصروم. واكيد شراب الورد والمزهر وال شراب الورد كمان فردون كنت قلتها. نعم. وفي عنا رب البندورة الجبلي ورب البندورة العادي والكاتشب. والكاتشب. نعم. هو مربتين. اوكي. بلش بالصابون. الصابون عم يسألونا كتار، قديش لوح الصابون؟ لوح هيدا لأنه بلدي معمول ومن زيوت كتير مرتبة، كل وحدة مثل هاي حقها 4000. نعم. بس قطع كبيرة. يعني إذا بتيجي تحسبها على الكيلو سعرها كتير مقبول، ونوعيتها كتير منيحة. احنا امبارح كنا بعين قبل ورحنا على محل خصوصي لهونيك بيعملوا بس اورجانيك، فبعد ما برمنا شفنا كيف بيشتغلوا وكيف بيعملوا الزيوت عندهم، كيف بيعملوا الكشك والسماء. اذا بدك مش متاكدنا هن اكيدين اورجانيك، بس انبسطنا كثير انه في محل هيك عم يعمل، وهن ما بيتاجروا فيه يعني، منه فاتحين للبيع، بيعنون لعيالهم وسمحوا لنا ناخذ من عندهم كميه كثير صغيره اللي جبناها اليوم. طيب العسل قد ايه؟ العسل في ثلاث أصناف، عندك العسل الشوكي والعسل السنديين. عسل السنديين النص كيلو بأربعين ألف، عسل الشوكي النص كيلو بثلاثين ألف، برضو نص كيلو بأربعين ألف، والعسل الحمضيات النص كيلو بثلاثين ألف. هدول كمان خبرتهم طلعنا اشتغلنا فيهم بالأرعون وجبنا منهم وحطينا منهم. هلأ عنا جديد على السلة. نعم. السلة اليوم عنا إياها. هذا كمان سأل عنه. نعم. في عنا بقلبها عنب وخوخ وتفاح وليمون. هيدي الفواكه. هي سلة الفواكه صح. نعم. أما سلة الخضرة حيكون فيها ملفوف، حيكون فيها آيسبرغ، حيكون فيها بقدوني ونعنع وفليفلة حلوة، بندورة أمريكاني وبندورة جبلي، وحيكون فيها توماتوري. هدول السلال الموزعين اليوم. مبدئيا كلها هي بضاعة مقطوفة امبارح من عشية قطفونا اياها، وهي البضاعة الجديدة اللي بلشنا نفوتها على السوق على العيلة تبع المنتوجات. مبدئيا كلها اشياء نظيفة، مش مبدئيا على الاكيد اشياء كثير مرتبة كثير نظيفة، ونحن عم نروح على محلات ما عم نجيبهم وعم نتأكد من الشغل فيها. نعم. بالنسبة للتوت عندنا كمان شراب التوت، جبنا كمية كان عم ينطلب كثير وهلا عم نرجع نجيب عن جديد. واكيد بعد في عنا اللقطين وبقيه الجام كلها الموجوده ورانا. نعم. هلا اي شخص بحب يطلب السله بده يطلب على 03-00-910 او بده يطلب على 04-410-982. واليوم في عنا توصيل. في دليفري اليوم.
اليوم في دليفري. نعم نعم، اللي بحب نوصل له اهلا وسهلا فيه، ما في مشكله ابدا، ما في عيب. يعني بتعيدي الارقام اذا بتريد مروان؟ 03-00-910 او 04-410-982. على هالارقام نحن بناخذ الطلبيات وبنودي لهم اياهم للاشخاص اللي عم بيطلبوه، وصل اللي عندهم على البيت، خلي بنرجع بنذكر ب 10,000 والمونه كل وحده حسب. فيهم يسالوا عنها على التليفون وكمان تعطوني ولا اي مشكله؟ اكيد اكيد اكيد. طيب ما في مشكله ابدا. لك يعطيك العافيه، يومك يومك خضار وزراعه ومونه لبنانيه ممتازه. شكرا لك. قد ايه بتنصح الريحه؟ قد ايه بتنصح الريحه؟ جربت؟ ما شكلها عندنا لهون كثير طيب الريحه. ايه بعرف، بس قد ايه بتنصح؟ عم بقول قد ايه بتنصح؟ لا ما بتنصح الريحه صرت. ما عم اقول له ما شكلها مروان بعده هو ذاته. شكرا لك مروان حيدر الخبير الزراعي، يعطيك العافيه، ميرسي لك.